السلام عليكم. في بعض الألعاب تلقى بعض الأشياء يقصدون فيها الطقطقة لبعض الألعاب المنافسة. في هذا الفيديو بنذكر لكم 5 ألعاب الطقطقة على ألعاب ثانية. لعبة Dead Rising واللعبة الشهيرة في تذبيح الزومبي. حلاوة اللعبة أنك تمشي وتنتف الزومبي وتتفنن في طريقة ذبحه. اللعبة حلوة، ولكن اللعبة جات طقطقة على لعبة Resident Evil 1. بس كيف؟ خلينا نرجع للعبة Resident Evil 1. وش اللي كانت تتميز فيه اللعبة أو الجزء الأول للعبة؟ هل كانت الكاميرا أو التحكم أو الرعب؟ لا 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 لا، في شيء أكثر من كذا كانت اللعبة مشهورة فيها، ومن كثر الشهرة أخذت رقم قياسي، وهو أسوأ أداء صوتي في تاريخ الألعاب. وكانت فيها نكتة بايخة وسامجة جدا من قود السماجة اللي شغالين في شركة كابكوم يطقطقون عليهم. والنكتة هي يوم جيل تكون محبوس في الغرفة، ويجي بيري ينقذها قبل ما تنغفص في الغرفة. وبيري يجي ويقول النكتة الأسطورية حقته: You were almost a Jill sandwich. You're right. جيل، بغيت تكوني جيل ساندويتش. وش اللي جيل ساندويتش؟ وش الدبة الغبية هذه؟ المهم نرجع للعبة Dead Rising، وفي محل في اللعبة اسمه جيل ساندويتش. فهمت الطقطق صح؟ لعبة Secret of Mana. اللعبة نزلت على السوبر نينتندو، وكانت فكرتها قريبة من لعبة The Legend of Zelda الغنية عن التعريف. المهم اللعبة كانت تنافس The Legend of Zelda، وانت تمشي في اللعبة تلقى مقابر، يكون فيك الفضول وتقرأ اسماء القبور، وتلقى احد القبور عليها اسم لينك بطل ذا ليجند اوف زيلدا، ولكن مكتوب هنا يرقد لينك. وش يقصدون؟ انه لعبه زيلدا راح تموت والناس تنساها؟ المهم الشيء المضحك انه لعبه زيلدا الى الان تنزل وتسوي ضجه، ولكن لعبه ذا سيكرت اوف مانا اختفت من الوجود والناس ما تتذكرها مثل اول، واتجهوا الى منصه الجوالات. مثل اغلب الجيمرز يعرفون ان في تنافس حاد بين سلسله انشارتد وسلسله توم رايدر. وفي لعبة توم رايدر تيمبل اوف اوسايرس في احد المراحل راح تلقى جثة نايثن دريك من سلسلة انشارتد. وش يقصدون بهذه الحركة؟ هل يعني نايثن دريك مو مثل لارا كرافت من ناحية المهارة؟ او مو بقد المغامرات اللي تسويها لارا؟ بصراحة انا ما فهمت قصدهم. وانت عزيزي المشاهد، وش تتوقعون مقصدهم بهذه الحركة؟ اجزاء دونكي كونغ من العاب الجميلة والرائعة على اجهزة النينتندو، وكان لها اجزاء خرافية بالذات على جهاز السوبر نينتندو. في لعبة دونكي كونغ كونتري 2 كويست فيها ممكن أقوى نتفة في التاريخ. في منطقة يظهر فيها أبطال نينتندو مثل ماريو ولينك ويوشي، ومكتوب فوقهم هنا الأبطال، ولكن إذا نظرت تحت على اليمين هتلقى زبالة، وجنب الزبالة تلقى جزمة سونيك ومكتوب عليها لا يوجد أبطال هنا. وش هالنتفة القوية؟ مثل ما يعرفون أغلب الجيمرز إنه في ذاك الوقت كان في تنافس جدا قوي ما بين سيجا ونينتندو. في لعبة The Witcher الجزء الثاني، في مكان تروح عنده تلقى جثة بطل الجزء الأول من لعبة Assassin's Creed، وهو طايح جنب العربة اللي دائما ينقز عليها من المرتفعات، ولكن هذه المرة شكله أخطأ في النقزة وطاح جنبه ومات. ولكن الحلو في الأمر يوم تقرب منه تضغط زر عنده يقول جرت شكلهم عمرهم ما يتعلمون، وأيضا تأخذ منه مهارة الأساسن. كذا نوصل لنهاية المقطع. إذا عجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وأيضا نتمنى تنشر المقطع للي يعزون عليك وأصحابك، ولا تفوتك المقاطع الثانية مثل اللي شايفينها الآن في الأركان. يعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.